مساكم الله بالخير مشاهدينا في حلقه جديده من عالسيف، وتحديدا في عشان ضيف اليوم الفنان احمد جلال. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا هلا مرحبا، ومساك ورد انت والساده المشاهدين اللي قاعد يشوفون حبيبي. الله يسلمك. وين الغيبه؟ موجود، صار لك فتره غايب عن الاعلام جرايد وتلفزيون. شوف انا صراحه من ناحيه الظهور الاعلامي خلينا نقول في الصحف والمقابلات التلفزيونيه، انا نوعا ما عندي مبدا مشيت فيه من اول ما بديت وللحين مستمر. اقول اذا ما في شيء جديد اقدر اسولف فيه فالغياب اجمل، خلي الناس تشتاق لك. اما الان بدا ظهوري يرجع ثاني مره على الشاشه والصحف، لانه انجزت مجموعه من الاعمال ويا الوقت للظهور مره اخرى للحديث عن الجديد. بس هذا هو سبب الغياب. طيب بالبدايه بدش على سرب الحمام، نشوف تصوير ونشوف فيديوهات لكن مو عارفين تفاصيل. ودنا نعرف. راح اقول لك تفاصيل، راح اقول لك هم شويه من الفيديوهات اللي انت شفتها. سرب الحمام مشروع كويتي جديد مهم سينمائي. انتاج اخوي وصديقي المخرج، طبعا هو المنتج رمضان خسرو والشيخ انتصار سالم العلي الصباح. وهذه ثالث عمل لسلسلة أعمالهم السينمائية. الأولى كانت حبيب الأرض، والعمل الثاني العتر، والآن هذا الثالث اللي هو سرب الحمام. ما أقدر أتكلم عن تفاصيل هذا العمل أمانة الآن، لأن المشروع ما زال في أوله ويبي له وقت طويل على ما إن شاء الله يوصل إلى. يعني من الأسرار. من الأسرار. ما نقدر نقول أسرار، ولكن في يعني في أشياء لها وقتها. الآن مو وقت الحديث، ولكن لو بتكلم بشكل مفصل علشان شوية بعدهم تكون يعني خذيت مني معلومة ما راح سؤالك ببلاش. خلنا نقول سرب الحمام عمل سينمائي، ما نبي نبالغ ونقول شيء مو حقيقي، ولكن أمانة عمل فني مهم جدا، ضخم جدا، صبغته الخاصة وانت تشوفه تقول هذا عمل وطني، ولكن في حقيقة الأمر هذا عمل إنساني يمس الجميع. أحمد يراجع الإمارات دائما الفترة الأخيرة، أنت موجود هناك. ناس وصفت هذا الموضوع أن أنت زعلان عن الكويت، مو قاعد تعمل، مو قاعد تسوي، وخصوصا تصريحك أبحث عن النص الجيد والإخراج الجيد. أولا الله يجيب الزعل إن شاء الله، وثانيا بالعكس أنا يعني الكويت هي هوليوود الخليج، هي نقطة الانطلاق للأعمال الناجحة، ودائما الفنان الكويتي لما يروح برا يعني بشهادة الأخوة الفنانين الخليجيين هو إضافة للعمل الخليجي ويساهم في انتشاره أكثر ويساهم في تسويقه أكثر. أنا اللي يصير معي لما أقول أبحث عن نص جيد وأبحث عن دور جيد وأبحث عن مخرج جيد، ومعناته ما في بالكويت. بس الكثير فسرها في هذا الموضوع. أنا الكثير فسرها. بوضح هو يصير لحظتها اللي معروض علي هذا الأفضل. أنا أبحث عن الدور الجيد وين ما كان، إن شاء الله كان في الكويت، كان في الإمارات، كان في البحرين، في السعودية، أروح أنطلق ناحية النص اللي يستفزني كفنان. فهذا اللي صار معي يمكن سنوات اللي طافت. الأعمال اللي قاعد تعرض علي يعني لما أقارنها في مثلاً يعني نصي واحد بالكويت واحد بالإمارات، النص اللي يعني بالإمارات وايد جميل أجمل من هذا اللي موجود في الكويت، فهني أنا مضطر أروح ناحية الشخصية الجيدة. ولكن هذا أيضاً ما يمنع أن أنا قاعد أشتغل في الكويت، وأنا الآن عندي عمل جديد مع الكاتبة إيمان السلطان والمخرج محمد دحام الشميري بعنوان صوف تحت حرير. هذا جاهز لرمضان القادم بالكويت عشان لا يقولون بعد برا. هذا بالكويت. يعني بالكويت موجود ماكو زعل. لا طبعا الامور طيبه. الله يجيب الزعل. الله يجيب الزعل ان شاء الله. من فتره نتكلم من سنتين قعدنا شي نفتح الجرايد وسائل التواصل الاجتماعي، ولا احمد ايراج ارهابي. ريال يقول ارهابي منضم الى الخليه ارهابيه وتداولوا اسمك، والموضوع خذ موضوع كبير، والموضوع ايضا وصل للقضاء من ناحيتك انك رحت اشتكيت وقدم شكاوي على كثير من الناس اللي تداولوا هذا الموضوع. نعم. ردك على هذا؟ يعني للاسف الشديد احنا نعيش عصر يعني التكنولوجيا الحديثه. ومواقع التواصل الاجتماعي الحقيقه صايره نعمه ونغمه في نفس الوقت. قبل تصير اشياء ونسمع احاديث وتطلع اشاعات وناس تتكلم، ولكن مو بهذا الحجم. الان انت وانت قاعد ببيتك موقع واحد تسوي سند ثلث ارباع الكره الارضيه دروا ايش صاير وانت ايش قايل، سواء مواقع التواصل الاجتماعي او غيره. للاسف الشديد الحياه مليئه بالناس الزينين والناس الشينين. الناس الشينين من الخليقه موجودين، وهم دائما عنصر سلبي في الحياه، ويبتدون مصدر للاشاعات، مصدر للكذب، مصدر للحروب، مصدر لكل شيء مو زين يعني.
فاحنا ابتلينا بهالشغله. ودائما الشخصيات الاعلاميه المعروفه سواء كان لاعب، فنان، مطرب، عضو مجلس امه، رجل اعمال، طالما هو شخصيه علم معرض للاشاعات ومعرض لانه هو يطلع عليه كلام. انا واحد من هالناس. شلون تقبلت هذا الموضوع؟ انا ما تقبلته صراحه. انزعجت منه؟ اي طبعا. ما يعني احنا ساعات لما تطلع عليك اشاعه، يعني خلينا نقول شخصيه، تمس تصرفك، تمس عملك، سويت مدري شنو، قايل كذي، لابس كذي، هذه كلها اشياء الواحد يغض النظر عنها. ولكن لما يصير مساس لوطنيتك ومساس لارضك اللي تحبها واللي تموت فيها واللي تعشق ترابها، مساس ل او خلينا نقول تخوين لشخصك، تخوينهم لارضك، هذا موضوع كبير ما يستحمله. يعني هم الناس في شغله طايفتهم. انت لما تطلق اشاعه او كذوبه او تتكلم عن احد او تسوي شيء، الشخص اللي يسوي هالشيء حاط بباله التارجت الشخص اللي قاعد يضره بس، لكن هو ناسي ان هذا الشخص عنده ام، عنده ابو، عنده اخوان، عنده اهل، عنده ناس يحبونه. يعني راح تسبب ازمه حق وايد ناس يحبون هذا الشخص. صحيح. احمد، شلون شايف الفن؟ الفن جميل. جميل. ودخول النساء الى الفن. دخول النساء لازم، ماكو فن من غير نساء من عمر. طيب اليوم انت متزوج شخصيه مشي عليها ام سليمان، موجوده في الوسط الاعلامي فتره طويله بالتقديم، وبعدها الى التلفزيون والتمثيل، وبعدها صار في اختفاء. جميل. تداولوا هذا الموضوع وقالوا احمد يبا ست سيد، احمد ست سيد، قال هو قاعد في البيت وربي لي هان. شوف احنا الزمن ست سيد هذا انتهى. اوكي. اذا الشيء ما يصير بقناعه الزوجين وايمانهم بالخطوات اللي يخطونها في حياتهم، ولا ما يصير. صحيح. واللي مقرب من احمد يراج ويعرفه شخصيا ويعرف ام سليمان، الاعلاميه زينه كرم، يعرف ان هذول الشخصيتين ما هم الشخصيات اللي لا هذا سي سيد ولا هذه الانسانه الضعيفه اللي مسكينه وقاعده في، لا لا، الحمد لله شخصيات رزينه، متعلمه، فاهمه، الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى، اهلنا ربونا بشكل يعني عارفين نتخذ قراراتنا. كل ما في الموضوع ان ام سليمان في الفتره الاخيره يعني حالها حال اي زوجه مرت بمراحل تغير الحياه وانشاء الاسره والانجاب وتربيه الاولاد، هذه كلها اسال اي ام في الدنيا يقول لك هذا ياخذ حيز كبير من الحياه. إيه؟ وهي امانه يعني المراه مو موجوده، ملائكتها حاضره، هي صايره يعني ام لثلاث اشخاص، يعني لسليمان ودلال لي انا، لكن انا بعد صاير ياهل في البيت، انشغالاتي، سفراتي، اموري، امانه هي محتضنتنا بشكل كبير، محافظة على البيت بشكل كبير، معطية من وقتها وجهدها وحياتها، يعني كثر ما أنا أتكلم ما أوفيها حقها صراحة. فلما زوجة تقدم لزوجها هذه الخدمة البسيطة أن هي تتفرغ له، أنا بعد هي ما اعتزلت ولا قالت أنا اعتزلت ولا قالت الكلام، يمكن في يوم من الأيام بعد ما تهدى الأمور العيال يكبرون يمكن ترجع ثاني مرة لتقديم البرامج. في النهاية هي إعلامية، وهذا الموضوع هي ما اخذته هوايه، هي دارسه الاعلام، هي خريجه اعلام. انا حتى من ضمن الاشياء اللي انت نزلتها او تصريحات، انت بالنسبه لك الاعلام انك ترجع مره ثانيه ما عندك مشاكل. اي. والتمثيل؟ التمثيل صعب. التمثيل صعب مو لمهنه التمثيل. التمثيل كسيستم حياه صعب جدا ان الزوج والزوجه في بيت واحد يكونون ممثلين، لان التمثيل في سفر، في انقطاع، في طويل، في شقة، في بعد، في يعني واحد يعني يوزن يعني يمثل وثاني يمسك، ممكن تضبط الامور. الاعلام مجال محدود نوعا ما، وتقديم البرامج او الصحافه او غيره من هالاشياء ساعاته محدوده، تقدر تشبهها بالدوام الرسمي. دوام رسمي. اما الفن عندك يومك مغلوب، الدنيا كلها معفوسه، نهارك نهار الله، يعني جد الله يعين اسر الفنانين، جد انا اقولها من قلب. طيب احمد يراج والانتاج، اي فشلت، خسرت ولا انحشت؟ انحشت. انا قدمت ثلاث اعمال من فتحت المؤسسه. نعم. ثلاث مسرحيات، المسرحيه الاولى كانت اسمها الاختراع العجيب. الاختراع العجيب كان لها صدى كبير ترى المسرحيه، يعني صار عليها شويه لغط، وكانت يعني خلاص راحت المسرحيه، ولكن كانت من المسرحيات الاولى جماهيريا في تقديم العروض اللايف المباشره باستعانه فرقه موسيقيه مثل فرقه ستايلس. مسرح كان يعني جميل، العمل اللي قدمناه وايد كنا مؤمنين فيه، ولكن صرفنا عليه وايد، فالمردود ماله ما قدر يغطي هذا الصرف يعني أمانة. كان بدراسة لهالموضوع، يعني جاهزين نفسك. كنت مؤمن ان المشاريع الاولى يمكن تقط من جيبك،
في سبيل انك انت تقوي اسم الشركه وتقدم اعمال ذات جوده عاليه وبعدين نعم. تبتدي تحصد الارباح. نعم. قدمت عمل اخر انتاج مشترك مع شركه البوم وكان بعنوان عالم فن ران. هذا العمل ما اقدر اقول عنه خسر يعني طلع فك الفك يعني بس دخل مصروفه. العمل الثالث اللي ربحنا فيه كان عمل قدمته في دولة الإمارات العربية بعنوان فالكون مان صقر الشجاع. هذا العمل الحمد لله نجح. الآن أنا جيت بعد 5 سنوات يعني حتى فترة بسيطة في حقل الإنتاج الفني. أمانة أنا بغيت أجرب علشان في يوم من الأيام لا يعني ألوم نفسي أقول أنا ما جربت. ما أبي يعني أكحل المسألة وقاعد أزينها ومكيجها. صراحة ما حبيت الإنتاج. طيب أنت ما حبيته بس الفترة اللي كنت فيها أنت اليوم الإنتاج شغلة مو سهلة. طبعاً مو ومثل ما نسمع إحنا بالصحافة أو بالإعلام حروب كسر عظم فيها صحيح. أنت بديت تطلع أنا أقصك ما أخليك تطلع. واجهت هالشيء في حد حاربك؟ أنا إحنا خلينا نتكلم صراحة. أنا سمعت أنا قالوا لي ترى سووا فيك كذي وكذي بس أنا ما حسيت يمكن مسوين وأنا ما أدري غافلين لكم والله والله ما أدري والله يعني أمانة ما أدري. ولكن اللي انا مؤمن فيه واللي انا واثق انه صار ان انا كان عندي مجموعه من المشاريع التلفزيونيه قدمتها على العديد من القنوات ولكن لم يتم الموافقه عليها. ليش؟ اسال القنوات اسال المنتجين انا ما اعرف. انا كل اللي سويته ما ردها ليز من تحت. لا 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 انا واضح انا من اول ما فتحت المؤسسه قلت انا ابي اشتغل على وتر جوده العمل وكنت اعمالي لما كنت انفذها كنت انفذ منها حلقه بايلوت على حسابي الخاص واوديها حلقه نموذجيه علشان الناس تشوف انا ايش قاعد اقدم وكل من يشوف امانه الحلقات كان يقول عمل جميل ورائع ومستوى الفني عالي وراح ندق عليك بس بعدين ما حيدق عليك ما تشوف من ضمن الاقاويل اللي سمعناها ممنوع من دخول السعوديه. لا ما يصير هالحكي. أنا دائما موجود في السعودية وتوني راد وإن شاء الله رايح في عد الفترة القادمة. يعني إشاعات. إي إشاعات. الناس مو مخلينك بالإشاعات. شو نسوي يا أخوي؟ قلت لك الشخصيات الفنية دائما معرضة. طيب المسلسل اللي سويته بالإمارات تحديدا خيانة وطن. خيانة وطن. ذو عمق سياسي. نعم. ما خفت من تبعياته ممكن تكون؟ لا ما خفت لسبب لأن القضية اللي انطرحت هي قضية موجودة في الصحف وموجودة في الإنترنت يعني مو شيء إحنا كشفناه سري كان ونخاف لا نقوله بعدين نتوهق. لا لا. هذه خلية كانت موجودة في دولة الإمارات العربية الشقيقة وتم القبض عليها بتهمة خيانتهم لوطنهم وتمت محاسبتهم وهذه حقيقة ويعرفونها كلها الإمارات. كل ما في الموضوع أن أخذنا إحنا هذه الحدوتة وسويناها قصة درامية علشان الناس تشوف. ليش مثلت دور اليهودي؟ مو قلت لك أنا أبحث عن الشخص النص اللي يستفزني. ردة الفعل أنا يوم قريت مسرحية البيدار أنا شخصياً ما أخفيك ما كنت أدري إن كان في يهود في الكويت. يمكن قلة ثقافة أو قلة معلومات أو أساساً هذه المعلومة نوعاً ما يعني مو متداولة كثير لأن حتى لما أنا طلعت صرحت في ناس قالوا لي معقولة في يهود في الكويت؟ موجود كان موجود أنا موجود في كل مكان. بديت أبحث عن العمل هذا عفواً عن الشخصية وبديت أبحث عن في التاريخ عنها صراحة شخصية لن تتكرر وهذه ضربة معلم للفنان اللي يقدمها والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى قدمناها في مسرحية البيدار وحققت نجاح جميل وأنا أعتبرها يعني إضافة لمشوار الفني. في أوقات شعرت فيها بالظلم خلال مسيرتك؟ إيه طبعاً, طبعاً. ظلمت؟ يعني مو ظلمت مباشرة لكن تحس أن أحياناً أن أنت مو لازم تكون في هذا المكان أنت لازم تكون في مكان أفضل. ولكن طبعاً أنا مؤمن في أن كل شيء قاعد يصير للإنسان مقدر ومكتوب وأحياناً للفنان مو أحياناً إلا دائماً الفنان كالبورصة يوم سهم أخضر يوم أحمر يوم أخضر يومين ثلاثة أخضر يومين ثلاثة أحمر على حسب النصوص على حسب الفرص على حسب الحالة الفنية اللي قاعدة تصير نوعية الأدوار. يعني أنا دائماً أقول للناس الحين أنا أمر في مرحلة عمرية هذه أحد أهم الأسباب اللي تخليك شوية تغيب عن الدراما. أنت تمر في دش في مرحلة عمرية لا أنت الولد الشاب الصغير ولا انت الابو الكبير اللي يعطونك شخصيه الابو اللي عنده عيال فانت صاير العمر المحير انت يعني طالع من الشباب وداش في العمر دور الاب. فهذه عاده في النصوص الدراميه لما تقرا هذه شخصيه ما تنكتب وايد دائما التركيز على مشاكل المراهقين الشباب او مشاكل الابهات والامهات الكبار.
فهذه مرحلة حتى نوعا ما تقلل من فرص الفنان يمرون فيها. ترى أغلب الفنانين اللي هو من جيلي من غير ذكر أسامي راح تحسهم يعني يمرون في نفس الأزمة هذه، وهذه فترة وتعدي إن شاء الله. أنا سعد بلقائك حبيبي، والساعة المباركة اللي شفناك إياها اليوم إن شاء الله، وموفق في كل ما تعمل أو ما أو ما أو ما تقدم. حبيب قلبي أشكرك إن أعطيتني فرصة أطل من خلال شاشتكم على جمهورنا الكريم. شكرا لك، تمسون على خير.